السؤال الثاني عبد الرحمن. السؤال الثاني، كنا في صلاة العشاء وفي أحد من الأخوان جنبي، قمنا الركعة الثانية وهو قاعد يفتح الموية ويشرب وتأخر القيام، وما أدري شو حكم ذلك. نعم، أعد السؤال. السؤال، كان في واحد جنبي في صلاة العشاء، قمنا الركعة الثانية حنا وبقي يفتح الموية ويشرب في أثناء الصلاة، ما أدري شو حكم صلاته. تبطل صلاته إذا شرب في أثناء الصلاة، تبطل صلاته، لا يجوز له أن يشرب ولا أن يأكل في أثناء الصلاة. إنما يجوز هذا في النافلة، أن يشرب جرعة من ماء مثل ما فعل ابن الزبير رضي الله عنه، هذا في قيام الليل لأنه يطول. أما الفريضة لا، ما يشرب فيها ولا يأكل. نعم.